دراسة البرمجة في تركيا لعام 2021، خلوكن معنا لتعرفوا كل التفاصيل. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، وإن شاء الله تكونوا عم تستفادوا من الفيديوهات اللي عم نطرحها، وفي حال كنتوا عم تستفادوا بإذن الله كل اللي عليكم كدعم منكم إلنا لحتى نستمر إنه تدعمونا بزر اللايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس وتنشروا القناة بكل مكان عند معارفكم وأقاربكم اللي بدهم يدرسوا بتركيا. اليوم رح نحكي عن تخصص البرمجة، تخصص البرمجة اللي بالفترة الأخيرة يعني صار منتشر جدا حوالين العالم نتيجة إنه العالم أساساً بدأ يحتاج لمبرمجين بشكل أكبر. اليوم رح نحكي عن نبذة بسيطة عن تخصص البرمجة وأشهر لغات البرمجة الموجودة، مهام المبرمج والتخصصات المرتبطة بالبرمجة إضافة للمهارات اللي لازم تكون عند المبرمج، إيجابيات هالتخصص والمواد المدرسة فيه، أهم مجالات العمل اللي ممكن واحد يشتغل فيها من بعده، وأهم شيء اللي هو الجامعات التركية اللي بتدرس هالتخصص. خلوكن معنا لحتى تعرفوا كل التفاصيل. بداية، تعتبر عملية البرمجة هي عملية لبناء وتصميم البرامج الحاسوبية لحتى تصير قابلة للتنفيذ، بمعنى أنا عم أعمل كتابة لبرنامج معين على الحاسوب لحتى يدر لي وظيفة معينة أو لحتى يدر لي مهمة معينة. ومن أشهر لغات البرمجة حوالين العالم هي السي والسي بلس بلس، البايثون إضافة للجافا. أهم المهام اللي بتكون على عاتق المبرمج هي بداية إنشاء البرنامج وإدخاله للحاسوب، طبعا تصميم واجهة بسيطة بحيث كل الأشخاص اللي بدهم يستعملوا هالبرنامج يقدروا يتعاملوا معه بسهولة، اختبار كودات البرمجة بشكل دوري والتعديل والتطوير على البرنامج لحتى ينتشر بشكل أكبر. من أهم التخصصات المرتبطة بالبرمجة مثلا في تخصص جدا مهم اللي هو أمن البرامج، الذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات. شو هي إيجابية هالتخصص او شو انا بستفيد لما فوت بهالتخصص؟ بداية، في عنا شغلة لازم نعرفها، انه الطلب على هالتخصص عم ترتفع يوم بعد يوم بشكل كبير نتيجة حاجة العالم. المرونة في العمل، فممكن الشخص يشتغل من بيته، ما في داعي يكون في دوام، اضافة انه رواتبه تعتبر مرتفعة جدا. ومن اهم المواد المدرسة بهالتخصص هي مدخل الى علم الحاسوب، التفكير المنطقي ولغات البرمجة، الخوارزميات وقواعد البيانات. طبعا مجالات العمل تعتبر كبيرة كتير، ممكن يكون مبرمج للشبكات، ممكن يكون مدير ايضا للويب، ممكن يكون مهندس تسجيل او مهندس نظم، ممكن يكون مطور ويب. طبعا من اهم الجامعات اللي بتدرس هالتخصص هي جامعة ايدن اللي بتتيح دراسته باللغة التركية او باللغة الانجليزية ايضا، مدة الدراسة بتكون سنتين ب 2700 دولار سنويا. جامعة كولتور باللغة التركية ب 2550 دولار سنويا. جامعة التنباش باللغة التركية ب 3000 دولار سنويا. جامعة اوستيم التقنية في انقرة ب 1500 دولار سنويا باللغة التركية. جامعة مالتبي باللغة التركية ب 3500 دولار سنويا. طبعا كل الفروع تعتبر دراستها لمدة سنتين، أو كل الجامعات اللي ذكرتها دراستها لمدة سنتين فقط. في حال كان عندكم الرغبة أنه تسجلوا بهالتخصص، فكل اللي عليكم أنه تتواصلوا معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي رح أترك لكم إياها بالفيديو، واللي رح أتركها أيضا بصندوق الوصف. نحن بانتظاركم لحتى تسجلوا، لازم تستعجلوا شوي في حال كان عندكم الرغبة، لأنه الموسم بدأ ينتهي، وإن شاء الله انتظرونا بفيديوهات جديدة رح نعرف فيها عن تخصصات تانية. يعطيكم ألف عافية ومنشوفكم قريبا. السلام عليكم.